وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق النووي الذي تم توقيعه بين إيران والدول العظمى بأنه اتفاق كارثي، مشددا على أنه يريد توقيع اتفاق حقيقي يزيل المخاوف بشأن سياسات إيران العدائية في المنطقة وتهديدها للأمن والسلم الدوليين. وأكد في كلمة لقدامى المحاربين بولاية ميزوري أن الإجراءات الأمريكية ضد إيران مستمرة حتى يخضع النظام الإيراني لمفاوضات جادة، وإلا فعلى النظام الإيراني تحمل مسؤولية العواقب. يأتي ذلك بعد تصعيد كلامي غير مسبوق بين الرئيس الأمريكي ونظيره الإيراني، حيث حذر الرئيس الإيراني ترامب من عواقب مواصلة ما سماها بالسياسات العدائية ضد إيران، إلا أن ترامب سارع برد ناري يهدد فيه الرئيس الإيراني بشكل شخصي من عواقب محاولة تهديد الولايات المتحدة. ومع الاستياء الشعبي بسبب الاقتصاد الإيراني المتعثر وتراجع العملة واحتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة صارمة، يأمل كثير من الإيرانيين أن تساهم الخطوات الأمريكية في تسريع سقوط النظام الإيراني.